في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نتعامل على الاي فريمز. الاي فريمز زي ما احنا شايفين بتكون موجوده هنا في الكويب اليمنت، خلاص زي ما احنا شايفين كده دوت الاي فريم اللي موجود. فالاي فريم دوت ليه طريقتين في السلكشن، يا اما ان انا بسلكت الاي فريم دوت يوزنج الاي دي، يا اما سلكت اي فريم دوت يوزنج النيم. وبنفس الميثود العادي خالص اللي انا بعمل بيه فايند اليمنت باي مثلا اي دي او باي نيم. هنبدا في الكود بتاعنا، هنعرف مثلا عندنا كلاس، الكلاس دوت هيكون وليكن مثلا اسمه فريم، define iframe. بعدين هنقول مثلا driver، dot get، ونعمل copy لللينك بتاع البيج اللي احنا عايزين نسلكت الiframe اللي فيها. بنفس الخطوات العادية خالص، يعني ممكن سواء كنا بنستخدم class أو ما بنستخدمش class مفيش مشاكل يعني خالص. find element وليكن مثلا by id، طبعا ال value بتاعتنا هنا في الحالة ديت هتكون الفاليو اللي هي بتاعت iframe result اللي هي الفاليو بتاعت ال id. بكده احنا اتأكدنا خلاص ان احنا نفس الاسم بالظبط وان احنا عملنا selection للفاليو. بنكمل عادي خالص من variable driver، بعدين هنقول switch to dot method، هنختار method frame، وبعدين هنقول ال id اللي احنا عايزين نعمله. يعني احنا دلوقتي عايزين نعمل switch to الفريم اللي هو بتاع id بتاعه iframe result، عايزين نعمل switch للفريم دوت. وبعدها عايزين نعمل driver ان احنا نعمل switch to ال parent frame اللي هو ال parent frame اللي الفريم دوت بينتمي ليه. يعني احنا دايما في فريم مثلا عندنا زي وليكن اي فريم ريزلت دوت اللي هو الفريم اللي بالاي دي دوت، هو بينتمي ليه بيرنت فريم خلاص. فاحنا عايزين نعمل سيلكشن للفريم معين وبعدين نعمل سويتش تو او ريتيرن للفريم الاصلي. هنعرف مثلا فاريبل يكون اسمه دي فريم، اي فريم اللي هي الميثود اللي احنا عرفناه في الكلاس بتاعنا. وبعد نبدأ نرن، طبعا نتأكد ان احنا نعمل سيف كنترول اس، بعدين نعمل راننج للكود بتاعنا. فعلا باستخدام السيلينيوم اتجهنا للبيج اللي احنا حددناها واخترنا الاي فريم الظاهر دوت، وحاليا كان عملنا سويتش تو اللي احنا عملنا سيلكشن الفريم ده. طبعا هو الفريم ده ثابت، يعني هو مفيش حاجه معينه مثلا، مش مجرد بس هنعمل سيلكتنج للفريم دوت انه مثلا هيطلع اليرت مثلا او انه في حاجه يحصل تشينج معين او انه مثلا هنروح على بيج تانية. هو لسه طالما طبعا في تحميل هنا في جنب التايتل كده بتاع التاب اللي احنا فاتحينها، يبقى ده معناه انه مازال الكود بيتعمل له اكسكيوشن كده. خلاص تم الاكسكيوشن بتاع الكود طالما التحميل وقف، وفعلا الكود سليم من غير اي ايرورز زي ما احنا شايفين كده. فدوت طريقة اختيار الاي فريم، ازاي بنختارها وازاي بنتعامل بنعمل هاندلنج ليها باستخدام سويتش تو وباستخدام الدوت بيرنت فريم.